تحية رياضية متجددة مشاهدي ام تي في وان وين ما كنتوا عم تتابعونا. بالتأكيد نحن معكم بيوم جديد من دورة دبي 31 لكرة السلة. اليوم طبعا يلي بيحمل مباريات مهمة بالنسبة للفرق الثلاثة الممثلين لبنان الثلاثة يلي عم يكونوا مشاركين بهالبطولة. عم بحكي طبعا عن بيروت، عم بحكي عن الرياضي، عم بحكي عن هوبس بيروت، هو يلي رح يبلش أولى المباريات معنا اليوم بمواجهة منتخب الإمارات. الإمارات إذن وبيروت بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم، مباراة كتير مهمة بالنسبة للفريق اللبناني يلي كان خسر مباراته الأولى أمام النجم الراسي التونسي بفرق نقطة واحدة 85-86، لكنه عاد وعوض بالمباراة الثانية عندما فاز على الاتحاد الحلب السوري 88-74. وبالتالي بعد يوم راحة بيروت من المفترض يكون فول باور بلقاء اليوم ويقدر يتغلب على فهد الخطيب وزملائه. أكيد مواجهة خاصة اليوم راح تكون للخطيب بمواجهة فريق بيروت، فريق اللي بيعرفه كتير منيح، يلي واجهه كتير من المرات ببطولة لبنان. وبالتالي اليوم أيضا تجربة من نوع آخر لفادي لأنه يكون عم يواجه فريق لبناني لكن بالالوان الاماراتيه. فهد الخطيب يلي قدم اداء كبير باول مباراتين مع المنتخب الاماراتي، سجل 53 نقطه، 30 نقطه بالمباراه الاولى اللي خسروها امام مايت سبورتس الفلبيني 82-88، و23 نقطه بالمباراه الثانيه يلي كان المنتخب الاماراتي عم يخسرها امام النجم الراسي 71-81. وبالتالي هالمباراة ايضا مهمه بالنسبه لمنتخب الامارات، الساعي الى فوزه الاول امام جمهوره. الحضور الجماهيري يمكن بهالمباراة منه بحجم المباريات السابقة بالنسبة لبيروت وبالنسبة للمنتخب الإماراتي، لكن طبعا الأكيد أنه مباراة هوبس والرياضي رح تستقطب كتار من عشاق كرة السلة إن كان بالإمارات أو حتى من أبناء أجيالي اللبنانية اللي دائما عم يكونوا حاضرين لمواكبة المباريات. طبعا اليوم ستارتينج فايف بالنسبة للمدرب مروان خليل هني باتريك معبود، إليرستوم، ديونتي هوكنز، علي مزهر، وجيرون جونسون. ديونتي هوكنز عم يشارك بالمباراة رغم انه مريض كان عم بيعاني. هوكنز يلي ما سجل الا 15 نقطة بالمباراة الثانية امام الاتحاد الحلبي، هي طبعا كانت افضل من مباراته الاولى امام النجم الراسي التونسي. على كل حال رح نشوف اذا بيروت قادر يتخطى المنتخب الاماراتي ويعزز حظوظه. طبعا عم نحكي ضمن المجموعة الثانية اللي بتضمه الى مايت سبورتس الفلبيني النجم الراسي التونسي، نادي الاتحاد الحلبي السوري ومنتخب الامارات. حسابات المجموعة واربع فرق من كل مجموعة حيتأهلوا إلى دور ربع النهائي. نحن عم نحكي عن 11 فريق بينهم ثلاث فرق لبنانية، وأكيد بالانتظار اليوم بيروت يكون عم يحصد أولى الانتصارات باليوم الخامس لدورة دبي. بكرة الثلاثاء أيضا حيكون يوم حافل على صعيد مشاركة الفرق اللبنانية بهالدورة. سلا وهوبس رح يلتقوا، أيضا الرياضي رح يواجه الوثبة، وبيروت رح يلعب مع مايتي سبورتس الفلبيني. الفرق اللبنانية ثلاثة رح تلعب كل بكرة، وكل طبعا الأمال أنه فرقنا تواصل نجاحاتها. امبارح الرياضي كان عم يحصد فوز جديد على حساب سلا المغربي، فوز معنوي وفوز فني مهم جدا بالنسبة لبطل لبنان وبطل دورة دبي بالعام الماضي. انطلاق المباراة إذن ودقيقة صمت طبعا من قبل اللاعبين، الجمهور والأجهزة الفنية. هنروح نجم كرة السلة الأمريكية الأسطورة كوبي براينت. طبعا أكثر الأخبار المؤسفة بالنسبة لعشاق الرياضة مع بداية عام 2020 هو وفاة نجم لوس أنجلوس ليكرز كوبي براينت بحادث هليكوبتر امبارح بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أمر محزن جدا الحادثة اللي حصلت مع كوبي، يلي طبعا شغلت عالم كرة السلة والعالم أجمع طبعا، على أمل أنه الأيام المقبلة تحمل
أجواء أفضل لكرة السلة وللعالم أجمع. جيرون جونسون بوزيشن أولى بهالمباراة مع بيروت مع علي مصر. جيرون على الويك سايد بحاول لاقي رستم يلي بقرر يروح على البيز لاين بيرجع لبرا لعب باتريك بوابوت. خطورة بيروت تقدروا تلاقوها بالاوتسايد وبالانسايد جيم مع جيرون جونسون بأول اتامب من برا. ما بيسجل جيرون جونسون فهد الخطيب هو يلي عم يطلع الطابة كان من ناحية المنتخب الإماراتي. المحاولات الإماراتية ببداية هالمباراة بمواجهة زون ديفنس يلي عم يعمله الفريق اللبناني. رستم كان عم يعمل ستيل ممتاز من رستم ببداية المباراة مع علي مزهر. ديونتي على اللو بوست المزهر بياخذ الاوبن شوت وبيسجل علي مزهر. عم يمرق بفترة جيدة جدا علي مزهر. بالمباراة الماضية أمام الاتحاد كان عنده دبل دبل 14 نقطة و10 أسيست. المباراة الأولى يمكن ما كانت جيدة بالنسبة لعلي مزهر لكن المباراة الثانية عم بتكون ممتازة وبداية أيضا هالمباراة بالنسبة له عم بتكون جيدة جدا. أولى نقاط المنتخب الإماراتي مع قيس الشبيبي يلي كان عم يسجل نقطتين قدام باتريك بوعبود بيدرين شوت عم ينجح فيها بات. خمس نقاط لبيروت ببداية المباراة. فادي الخطيب فادي يلعب مع قيس ايضا بجربوا يلاقوا بالانسايد جيم فادي الخطيب لكن ستيل عم يكون موجود. بيروت عارف يدافع بالطريقه الصحيحه بالوقت وبيعرفوا كثير منيح انه السيطره على فادي الخطيب تعني بصراحه القضاء على اكثر من نص قوه المنتخب الاماراتي اذا ما قلنا اكثر. مع رستم ايضا رستم على اللو بوست لعلي مزهر لبرا ايضا رستم روتيشن عم تكون منيحه من بيروت بالوقت يلي رستم علي مزهر مره جديده. علي مزهر هالمره مقطوعه والانطلاق بالفاست بريك السريعه مع المنتخب الاماراتي والدخول الى السله. قيس الشبيبي بلاير نمبر 12 هو يلي كان عم يتعرض للخطا من جيرون جونسون. الخطا الاول على جيرون. قيس الشبيبي باول رميه حره عم ينجح فيها قيس. هذه نقطه الثالثه لقيس الشبيبي. طبعا كل نقاط المنتخب الاماراتي لحد الوقت سجلها قيس. والمحاوله الثانيه ايضا عم ينجح فيها علي مزهر. جيرون جونسون باتريك بوعبود ايضا ديونتي بيعمل فيك لكن بيلعب لجيرون على اللو بوست بيحاول يبرم. جيرون جونسون بياخذ الاتامب بسجل ريباوند هجومي ممتاز من باتريك بوعبود. الي رستم مره جديده ديونتي عم يبرموا بشكل حلو. الشباب عم يبرموا بشكل حلو انما ديونتي اوكس ما بيقدر يوصل للسله. فادي الخطيب هو يلي بيطلع بالطابه بالوقت الحالي بيحاول يعمل درايف اتجاه السله. حلو كثير وحلو الاسيست من فادي الخطيب لاحمد البريكي يلي عم يسجل اولى نقاطه بمباراه اليوم. ذكي جدا فادي الخطيب اخترق الكل اعتقد انه فادي حيطلع السله لكنه مر لاحمد البريكي وهالامر اعطى التقدم للمنتخب الاماراتي بفرق نقطه. ديونتي جيرون جونسون جيرون بدوره بالسبيس لانه يسدد باتجاه السله ما بيسجل. جيرون بتروح لعند فادي مره جديده. فادي انه لصالح سلطان. صالح بجرب يخترق يطلع السله بوجه ديونتي هوكنز. اكيد في فرق كبير بالحجم ضايقه كثير ديونتي ما قدر. صالح سلطان يطلع على السله ديونتي بياخذ المحاوله الثلاثيه مره جديده ما بينجح فيها منه موفق من برا ديونتي هوكنز يعني منه شوتر من الطراز رفيع ما بنقدر نقول الامر عن ديونتي هوكنز. فادي الخطيب مرة جديدة فادي لعند راشد أيمن. فادي بياخذ المحاولة من بعيد ما بيسجل الخطيب. الريباوند للبريكي من جديد لبرا. المنتخب الإماراتي مركز كثير منيح ما بده أبدا إذا خسر المباراة تكون خسارته بنتيجة كبيرة. بيعرف مستوى بيروت. فادي الخطيب مرة جديدة عم بيكون حاضر وعم بيسجل أولى نقاطه بالمباراة بمواجهة بيروت. ديونتي للرستم أيضا بيضرب المسافة البعيدة. الرستم ما بيسجل. فادي من جديد عم يجرب يسلع ريتم فريقه. فادي الخطيب بيعمل درايف على باتريك بوعبود عم يدخل. فادي الخطيب عم يحصل على الخطأ من باتريك بوعبود. خبرة فادي الخطيب تلعب دورة أكيد بشكل كتير كبير وأكيد بكسب للمنتخب الإماراتي بيقدر يضيف خبرته
على ارض الملعب ويساعد المنتخب الاماراتي. شفنا بكثير من المرات هو يلي عم بيكون عم بيطلع الطابه، بيعرف يضبط الايقاع، بيعرف يسرع اللعب، بس بده اكيد منتخب الاماراتي بده شغل بحسب ما شفنا بالمباريات الماضيه على الصعيد الدفاع، خصوصا بس يعملوا سويتش بالدفاع، يعني الكيمستري منا على اعلى مستوياتها. رح نشوف شو ممكن يقدم بمواجهه بيروت. فادي الخطيب عم بيسجل محاولتين لفادي عم ينجح فيهم مع المزهر. جيرون لباتريك بوعبود، جيرون 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 وترن اوفر على جيرون جونسون. جيرون عم يعترض، كيف في ترن اوفر هون على جيرون جونسون. بهالوقت إلي شمعون عم يدخل الى ارض الملعب مكانه لجيرون جونسون. من راضي ابدا جيرون. احمد البريكي ايضا، صالح سلطان، والمحاوله ايضا من المسافه المتوسطه عم ينجح فيها راشد ايمن. يعني من الصعب بصراحه انك تقرا الطريقه يلي عم يلعب فيها بالاوفنس المنتخب الاماراتي، لكن عم ينجح يسجل بالوقت يلي رستم بجرب يخترق، بيروح الرستم باتجاه السله مع البورد. ممتازه جدا كانت من ايلي رستم، اولى سلات الرستم بهالمباراه بطريقه حلوه كثير، عمل الدرايف وطلع وسجل مع البورد ايلي رستم. 12-7 النتيجه حاليا للمنتخب الاماراتي. ايضا المحاوله من قيس الشبيبي، صراع كبير، صراع كبير مع قيس الشبيبي يلي عم بيكون مواجهه ديونكي هوكنز وعم يسجل مره جديده. مميز عم بيكون بالانسايد جيم اللاعب، صار عنده 6 نقاط قيس الشبيبي بالوقت يلي الرد عم يكون سريع من ناحيه بيروت مع رستم تحديدا يلي عم يسجل نقطتين جديد. فادي الخطيب بيروح بالفاس بريك اول ذا واي، الخطيب عم بيسجل نقطتين جديد للمنتخب الاماراتي. فادي الخطيب يعني ما ضروري نحكي عن فادي، سلاته بتحكي عنه، اديئه بيحكي عنه، الرغبه الكبيره اللي عنده اياها بعد فادي بالملاعب. صحيح الخبر يعني من خلال المقابله اللي كنا فيها سوا انا وياه وقال انه هو راح يترك الباسكتبول نهائيا، يعني اكيد خيبه كبيره عند فادي مثله بتكل اللاعبين يعني من بعد توقف الموسم ما عم يقدروا يلاقوا حالهم بالملاعب، ما عم يقدروا يلاقوا حالهم بين جمهورهم، ما عم يقدروا يلاقوا حالهم قريبين من جو الباسكتبول. هالامر طبعا تغير مع وجود الرياضي بيروت وهوبس بدورة دبي الدولية ال 31 طبعا، والرياضي وبيروت يلي استعاروا بعض اللاعبين للمشاركة معهم بالدورة بالوقت يلي ديونتي أخيرا عم يكسر النحس عن الثري بوينتس وعم يسجل. ديونتي هوكنز ثلاثية الفارق عم ينزل لأربعة، أخذ الأوبن شوت وسجل، أكيد بيقدر يكبر سكور بيروت. أنا أكيد يعني إذا بتشوف الطريقة يلي عم يدافع فيها المنتخب الإماراتي ما حيلاقوا صعوبة لاعبين مثل إيري رستو مثل جيرون جونسون أنه يخترقوا على السلة، عندهم جاب كتير كبيرة بالدفاع، وإذا لعبوا زون كمان حيدفعوا حقها بشكل قاسي جدا بوجود جيرون بوجود إيلي شمعون من برا وأيضا رستم ومزهر يلي عم يتألق بالمسافة البعيدة بالفترة الأخيرة مع راشد أيمن. راشد زون ديفاس بالأول، الفريق اللبناني بيسمح لراشد ياخذ الشوطة، عم بيسجل راشد سريعا. علي مزهر عم يطلع بالفاست بريك سريع، علي مزهر لبرا لعند الشمعون بالاوبن شوت، ما بيسجل الشمعون. عادة الشمعون ما بيضيع من المسافة البعيدة عند ما بيكون مرتاح، بسيطة يا الي. التقدم ليزال 4 للمنتخب الإماراتي. راشد أيمن بحاول يبرم قيس المزهر، حلو كتير من علي مزهر. باتريك بوعبود ايضا بالاوبن شوت كمان ما بيسجل، مش موفقين اليوم بالاوتسايد جيم لاعبي نادي بيروت. فادي من جديد عم ياخذ الامور على عاتقه. فادي الخطيب وعم يحصل على الفاول، عم يحصل على الفاول من ديونتي هوكنز. اكيد كان عارف مروان خليل ولاعبينه قبل بدايه المباراه قد ايه ممكن يكون مزعج فادي الخطيب على ارض الملعب. خروج قيس الشبيبي، الدخول عبر ارتكاز اخر هو مامادون دياي من ناحيه المنتخب الاماراتي. فادي
عم ينجح بمحاولته الاولى. هذه الرميه الحره الثالثه يلي بسجلها فهد اليوم، اربع اخطاء على بيروت بده ينتبهوا كثير منيح. والثانيه ايضا عم ينجح فيها فهد قبل دقيقتين. و14 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول. بيروت من جديد بالست اوفنس اللي رستم للشمعون، الشمعون بده يلاقي سبيس لياخذ الشوطه من برا، عم يرتكز على باتريك بوعبود يلي بيعمل الموف. في خطا كان من راشد ايمن على باتريك بوعبود. ست نقاط فارق دائما لمصلحه المنتخب الاماراتي، ايضا مع دخول محمد البريكي شقيقه لاحمد البريكي الى ارض الملعب. دياي كريم عز الدين ايضا دخل من ناحيه فريق بيروت، والريباوند الريباوند الدفاعي لديونتي علي مزهر. سريعاً علي مزهر بيطلع بالطابه، فهد الخطيب هو اللي عم يدافع على علي مزهر. ايضا الرستم، الرستم المرة بيخسرها الرستم، والمحاولة كانت ناجحة، المحاولة كانت ناجحة هون من محمد البريكي. عم ياخذ الخطأ ايضا لمحمد البريكي، الحكم كان احتسب باللقطة السابقة اوفنسيف فاول على باتريك لما كنا عم يعمل موف باتريك. يعني انا صراحة بستغرب كانت هالقرار لانه الاحتكاك كان عادي جدا. خطأين على باتريك بوعبود، بالتالي عم شير لهالموضوع لأقول انه في خطأين على باتريك بوعبود. والتايم اوت بين المدرب مروان خليل. اول شيء نعطيهم ديفنس. Does anybody know who you match with? Do you know who your fucking man is? Do you have any idea that you have to get back on defense on transition so they don't get hurt? How about running? How about moving and spacing? محمد البريكي كان عنده طبعا المحاولة من بعد ما سجل سلة واخذ الخطأ. دقيقة و16 ثانية امام بيروت لينزل الفارق، فارق بين نقاط يلي قدر يعمله المنتخب الاماراتي بقيادة فادي الخطيب. الشمعون للرستم من جديد، للرستم الشمعون بيلاقي السبيس المرة بثري ما بيسجل الشمعون. الريباوند لمين؟ كريم عز الدين ايضا عم يتعرض للبلوك شوت من مبادون دياي. وشوفوا قد ايه سريعين بالفاست بريك، عم بيقولوا المنتخب الاماراتي. وحلو كثير، حلو كثير من احمد البريكي، مركزين بشكل كثير منيح لاعبي المنتخب الاماراتي. شوفوا احمد البريكي كيف طلع وكيف سجل. البريكي مولعينا حاليا على ارض الملعب ناحيه المنتخب الاماراتي. كريم عز الدين للشمعون، ايضا علي مزهر، المزهر مع دخول مروان زياده ايضا من الناحيه اللبنانيه. كريم عز الدين ما لقى حاله، ما لقى حاله باول مباراه خاضها مع فريق بيروت اللي هي طبعا كانت ثاني مباراه لفريق العاصمه اللبنانيه. كلوك فايوليشن على بيروت بالوقت الحالي. يعني كريم يلي كان عنده سفر طويل ذهابا وايابا قبل ما يوصل من جديد لدبي، تاثر اكيد بهالامر. حميد هاشل دخل الى ارض الملعب ايضا من ناحيه المنتخب الاماراتي على البوزيشن 1 بلاير نمبر 2 بالوقت الخطيب. عم يضرب من بعيد ما بتسجل. الريباوند الدفاع عم يكون لعلي مزهر. اسرع اسرع، لازم يكونوا موبايل اكثر على ارض الملعب لاعبي بيروت ليقدروا يستفيدوا، وخصوصا انه الترانزيشن ببعض الاحيان عم بتكون بطيئه من قبل
لاعبي المنتخب الاماراتي. عم بحكي طبعا عن ترانزيشن ديفنس وإلي شمعون باخر سلات الكوارتر الاول، عم يقدر يسجل من تحت الباسكت، والمنتخب الاماراتي عم يقدر ينهي الكوارتر الاول وهو متقدم بفارق 8 نقاط 22-14. اكيد من المبكر الحديث عن فائز وخاسر بهاللقاء، لانه بكل بساطه هناك ثلاث ارباع متبقيه وبيروت قادر يرجع ويحقق فوز كبير من دون شك.